السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم اليوم؟ اليوم أول يوم في أيام السنة الجديدة 2019، إن شاء الله ربي يجعلها سنة خير وبركة وسلام عليكم جميعا. عطلة رسمية في اليابان، لكن اليوم عندي خدمة، فكملت الشفت الصباحي، قلت خلي نطلع نكافئ نفسي بقهوة، ما شربتش قهوة من الصبح، ولذلك قلت خلي نطلع ناخد فنجان قهوة من النوع اللي هو يضبط المخ. أحد الأصدقاء وصاني بمقهى في هذا الشارع وقال لي أنه يعد القهوة على حسب شخصيتك، يشوفوا شكلك هيئتك ويأخذوا منك كم سؤال يستجوبوك، وبعدها يعد القهوة المناسبة لشخصيتك أنت. فهل هذا المقهى يرقى إلى المستوى المطلوب؟ الله أعلم، بعد شوية نتعرف على الموضوع. قاعدين نحددوا في المقاسات المناسبة لي أنا، يعني شنو هي؟ قاعدين نحددوا في شنو القهوة المناسبة لي. Tradition in Japanese. Okay. Okay, I'll do the tradition. So you can do this espresso or bitter, right? Do you something between mild and strong. اوكي، اعطينا التعليمات تو باش يديروا لنا قهوه على حسابهم، مش على حسابهم طبعا، على حسابي، بس القهوه اللي هم يروا انها هي حتناسبني يعني، فخليكم معي وتابعوني. We'll be right back.
اخيرا قهوه وصلت بعد انتظار حوالي تقريبا نص ساعه. كيكو 40 دقيقة. يا ترى تستاهل كل الوقت قهوه؟ هنشوفها بعد شويه. اوكي انا مره قوي نفسك دايجو. استني، كانك تشرب كحول؟ قلت لا ما نقدرش نشرب، معلش. هاي بسم الله. القهوة تاخذ 10 على 10 والله. أنا عادة نحط في عسل باش نقتل بها شوية مرارة في القهوة، لكن هذه صدقوني جابت الدورة كلها. وين كان المحل هذا غايب؟ أول مرة نذوق قهوة في اليابان بهذه الطعامة صراحة، يعني قهوة مش عادية. عموما حنترك لكم في وصف فيديو مكان المقهى في اليابان لو حبيتوا تجوا اليابان. هذا المقهى ضروري. حتى في حاجة ثانية، الفناجين القهوة ما فيش فنجان يشبه الثاني، كل الفناجين مختلفة في المحل، كل زبون يتلقى نوع معين من الفناجين أو شكل معين من الفناجين. أتمنى أنكم تكونوا معي تو وتستمتعوا بالمقهى، المقهى رائع، تستمتعوا بالقهوة هذه اللي نشرب فيها الحق. محل أول مرة ندخل له، مع أن جنب العمل هنا، لكن أول مرة نخش المحل هذا. يبدو أنني حنصبح زبون دائم. دائم. حاجة ثانية طلبت هنا في القهوة هي تونة بيجل، ومعها هيك لمسة فجل وجزر. بسم الله. كمان البورشن بتاعها صغير، ما يصدش بني ادم كبير يعني. تونه وبصل ومليانه بالخضروات اللي النكهه رائعه. هي من ناحيه صحيه はいはいですね。うん。はい、はい。どうも、ありがとうございます。ملو القهوة. هذه هدية حتى هي من المحل، جيلي قهوة. حقه باكج كامل المحلات راح يتحسب. اسمح شنو حيكون المبلغ طبعا. اللي حيطلبوه مش حتقدر تقول لهم لا. طبعا. هو مش من نوع من الحاجة، المبلغ طبعا معروف مسبقا، لكن على خلاف بعض الدول اللي تمشي تسافرها يمشي بعد يمدك الحاجة ورا الثانية، الحاجة ورا الأخرى، ويحرجك تشريها، لكن هذا مش بالفلوس. انت تدفع حق الطلب بس اللي طلبته. خلينا ندور على الجيلي ونعطيكم رايك. ما فيهاش سكر هلبة. الممتع لو شربت القهوة وبعدين كليت بعد حاجة وبعدين شربت القهوة، طعمتها مش هتتغير. هي طعمتها حتجيك هي في كل مرة تاخذ منها رشفة، حتجيك طعمتها على نفس المستوى. هذا يعكس روعة القهوة هذه. برضو في نقطة حابب أتكلم فيها، طريقة تقديم القهوة وطريقة
اللي بياخذ منك الاوردر كيف يشرح لك كيف يقول لك انت شنو القهوه اللي تشربها اوريدي هو يحط فيك نفسيه صح للقهوه اللي هو حيعملها وبالتالي انت مهما كانت القهوه اعتقد هذا فاتح انه برضه انه هو يركز على النفسيه شنو هي يعني على النفسيه بتاعك باش يهيئك للقهوه اللي انت هتشربها انه ما فيش اختها في اليابان كلها وما فيش اختها في العالم كلها تقريبا حتى العامل النفسي اللي يدور لما يقدمك الواحد القهوة بطريقة انه هاك قهوتك ولا لما يقدمك طريقة تفضل القهوة تلعب عامل مهم في النفسية يا ترى هل القهوة هذه لعبها الدور النفسي عامل الله أعلم السؤال هو هل هذا المحل موصي متجو عليه موصي بي يعني توتالي موصي بي المحل هذا كما جيت لليابان وانت خريم قهوة شريم قهوة واحد من المحلات اللي لازم تزوره دورة حتلقاه هنخلي لكم الرابط فيه وصف الفيديو واعطونا رأيكم هل في ما سبق شربتوا قهوة ما نسيتوهاش استمتعت أنا بشرب القهوة أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو إلى أن أراكم في فيديوهات قادمة خليكم ديما رايقين السلام عليكم باي باي ثانك يو باي باي أرياتو زايماشتا ثانك يو باي باي